ايش تقدر تسوي ب 19 ريال؟ 19 ريال؟ 19 ريال نص حبة دجاج والله اروح اتعشى بيه. ممكن يعني اشتري فيها بطاقة شحن. 19 ريال ما هي شيء. 19 ريال كمان اتشرف. هلا بالتوفير، الان امتلك سيارة MG 360 ابتداء من 19 ريال يوميا، او MG ZS ابتداء من 25 ريال يوميا، او MG GS ابتداء من 33 ريال يوميا. تفضل بزيارة معارض MG او موتر سوق. للمزيد من المعلومات 800 749 88 88. أعزائي المتابعين، نحييكم في فيديو جديد وحدث جديد من مدينة جدة. معنا اليوم تحدي إيسوزو، تحدي الخزان الواحد من الساحل إلى الساحل. تابعونا. أطلقت إيسوزو تحديها الاقتصادي الثاني في السعودية، وذلك بعد نجاح الأول قبل عدة أعوام بشاحنتها الخفيفة دي ماكس، حيث قام التحدي على اقتصاد الوقود بانطلاق المركبة من مدينة الرياض بوسط المملكة إلى مدينة جدة بالمنطقة الغربية دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو التوقف، حيث حققت التجربة نجاحا مشهودا. وقررت إيسوزو تكرار هذه التجربة الجديدة ولكن بمسافة أطول، وذلك لإثبات اقتصادية الوقود وقوة المحرك خلال المسافات الطويلة. هذه السيارة الأولى وهذه السيارة الثانية. التحدي راح يبدأ بكرة الفجر، الانطلاق من ساحل جدة في الغربية إلى ساحل مدينة الخبر في الشرقية. المحرك اللي حيمشي بتانكي واحد هو محرك تيربو ديزل سعة 3 لترات. سعة التانكي حق السيارة 76 لتر. في 76 لتر حتقطع المسافة هذه كلها من الغربية إلى الشرقية. هل حتنجح إيسوزو في التحدي ولا لا؟ وسيقوم الفريق الفني بختم خزان الوقود بحيث لا يمكن فتحه إلا عند وصول المركبة إلى المحطة النهائية الأخيرة. وبعد اختتام الرحلة سيتم الكشف عن مجموع الكيلومترات التي قطعتها المركبة بالخزان الواحد، وعمل دراسة وحسابات لمدى اقتصادية دي ماكس. الجدير بالذكر أن إيسوزو دي ماكس تتميز بهيكل جديد فائق الصلابة مبني بالقوة اللازمة للشاحنات، مما يعني توازن وأداء أفضل سواء كانت محملة أم لا، مما يمنح ثباتا ممتازا وتحكما جيدا على الطرقات في كل الظروف. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.